بيكم في موقع التجربة. أنا كتيبة. أنا عز. اليوم رح نعمل تجربة كيميائية اسمها هيلث توث بيست. أهم إشي السلامة، الكفوف والنظارات. المواد اللي رح نحتاجها بوتاسيوم بيرمانجنيت، هيدروجين بيروكسيد، وسائل جلي. رح أحط هلا 3 معالق من البوتاسيوم بيرمانجنيت. هلا بندوبها معنا. بدنا نحط سائل جلي في الفلاسك. نخلطه. آخر إشي رح نحط الهيدروجين بيروكسيد. نجرب نحط كمان نشوف إيش النتيجة اللي رح تطلع. واو. حط كمان. تخيل حط كمان. لا هو مش فسأ. إيشي ما تعملوا هاي التجارب بالبيت. وإذا عجبتكم تجربة اليوم حطوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب.